الخبرة جات في صالح هذه العائلة الكريمة، وتبت على أن الجنين المقتول أيضا هو ابن الشخص القاتل. أنا بغيت نقول لكم اليوم هذه هو النهار الزين عندي، اللي خرجت بنتي بما داكشي اللي في كرشها ولده. واليوم أنا غندير العرس بنتي جديد، هذا هو النهار ديالها، غنمشي وغندير لها عرس جديد، هي مشات للجنة. هذه هي النهار الكبير اللي عند بنتي، هذا هو النهار الكبير الحمد لله اللي لقيت بنتي. هذاك الشيء الشرف ديالنا، تهزت الصحراء كامله وتهز كل شيء وتهز باه من القبر وخوها، هزت لي الشرف ديالو وهزت لي انا الشرف ديالي وهزت لخواتها، تنحمد الله ونشكره من بنتي بارئه من بنتي. السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم لتتبع ملف اخر من خريبكة، من مدينه خريبكة. ملف يتعلق بالمرحومه سكينه، السيده اللي تم القتل ديالها من طرف الزوج ديالها، واللي دابا حنايا اليوم جينا انا والاستاذه خيار باش نواسيو اولا الاسره الكريمه والام الكريمه، وباش اننا نطلعوا على الملف باش نعرفوا الحقيقه. وكانت أهم شيء اللي خص الأسرة الكريمة تعرفه هي أنه الخبرة الجينية اللي دابا الحمد لله مع التطور العلمي ولينا كنعرفوا كل شيء. إذن هذيك الأقاويل وداك الهضرة اللي كل واحد كيقولها وتيلفق واحد التهم اللي هو ما شافهاش، الحمد لله أنه فنداتها معنيتها أنه طعنات فيها الخبرة جات في صالح هذه العائلة الكريمة، وتبت على أن الجنين المقتول أيضا هو ابن الشخص القاتل اللي قتل الام. فحنايا امام جريمه لشخصين، حيت الجنين راه حتى هو كيكون عنده واحد الحقوق، حتى هو عنده الروح، حتى هو توفى. فالجانب اللي غادي نتحدث عليه انا اليوم هو انكم مي طلعنا على الملف، وانا اليوم كنشكر الضابطه القضائيه اللي سهرت على هذا الملف هذا وخدماته بجديه وبتفاني. لكن انا بحال اللي معروف عليا دائما في الدقه كثيره بزاف باش نوصل لواحد الحقائق اكثر. انا في نظريتي كاين واحد الجوانب اللي مازال خصنا غادي نطلبوهم ونطلبوا فيهم التحقيق. الجانب اللي كيتعلق اولا بالسلاح، هذاك السلاح اللي كاين انه جا واحد الشخص باش يشريه من عند السيد، راه خاصنا نعرفوا حنايا هذاك السيد واش عنده رخصه، ان ما يمكنلكش تكون انت ما كتعرفش تهز السلاح وما عندك لا رخصه ديالو جاي تشري هذا السلاح. والزوجه ما فخبارش ان الزوج كان كيبيع هذا السلاح، لان هي كانت مخبياه حيت هو كان كيهددهم به. ثانيا ان هذا السلاح هذا ثقيل، كيوزن تقريبا شي 4 ديال الكيلويات. السيد راه كان عاد فاتح وعاد عنده واحد الكيس بلاستيكي هنايا في الجانب ديالو نظرا للعمليه اللي جراها ديال البروستات، فبالتالي ما كيقدش يهز هاد السلاح بهذا الثقل هذا، وعاد انه يصوب امام الهدف ديالو. فالمرحومه توفت يعني عن واحد القرب قريب بزاف من شي مترو ولا ما كاملاش مترو. علاش؟ لانه كانت ابو بورتون كنقولوا بالفرنسيه، لانه كاين الرش ديال الحبوب ديال البارود اخترقت الريه واخترقت القلب. فمباشرة ملي كتكون بحال هكا وكتيري مباشرة كيتمدد وتوصل ليها حتى الكتف ديالها الدماء، فتوفات سوغ بلاس. ولكن اللي مهم بزاف هي ان واحد الجانب مازال خاص البحث فيه هو انه ظهرت واحد الصوره واضحه وخرجت من واحد الهاتف النقال، اذا شي حد اللي كان في مسرح الجريمه قبل ما يجيو لا شرطه لا حتى شي حد، وصور على خاطره وخدا ليماج بواحد يعني الوضوح، ما كاين فيها لا فلتر لا والو، واضحه باش انه كيعني بان الهدف قد تحقق، الجريمه قد تحققت. اذا هذا واحد الطابع ديال بعض المجرمين اللي ملي كيكون دار واحد الجريمه خاصو لا بدا يخلي شي اثر ولا بدا كيجاوب هذاك الشخص الاخر اللي كيكون كيتسناه، واش حققتي ولا ما حققتيش. اذا كان الجواب هي هذه الصوره اللي خرجت، وهذه الصوره للاسف حنايا مازال ما لقينا حتى شي بحث عليها، وما لقيناش انه تحجز الهاتف اللي خرجت منه، ما لقيناش بانه لمن شكون اللي كان، ما
من غير هذا الشخص هذا في الشقة، لأن كانت خرجت الزوجة عند الجارة، فبالتالي كان هو بقى في الدار، فإذا به من رجعت مباشرة تسمعت هذيك الدقة ديال الصوت، وما خرجش هو عند الجارة مباشرة باش يقول لها عيطي الوقاية المدنية، لأن الوقاية المدنية هي أول واحد حاجة كيخمم فيها الواحد إلا كنتي غتعتقشي داك الشخص. أما نتايا راه ملي خرجتي راه عرفتيها توفات، إذن هو ما عيطش الوقاية المدنية، إذن انتظر، وهذاك الوقت هو اللي حنايا باغي نحددوا فيه، اللي يعطيونا واحد الدقة ديال التمركز ديال الهواتف النقالة ديال كل شخص، شكون هو هذاك الهاتف اللي صور من مسرح الجريمة، اللي خدا داك الصورة وضيعها باش أولا يضرب هاد العائلة الكريمة، ثانيا باش يجاوب شي وحدين اللي كانوا تيتسناو النتيجه، لان انا قلت خاتم ديال الجاني، ثالثا انه يحرقهم بايداع هذه الصوره، فما احترموش حتى الحرمه الوفاه، حرمه الشخص اللي كيتوفى ما خلاوهاش ليه. فاذا حنايا غادي من مورا ما بغينا نركزوا على هاد الجوانب ودرسناهم، الى اننا حنايا في خلال هاد الابحاث وعن طريق الدفاع ديال هاد الاسره الكريمه الاستاذه زينب خيار مشكوره، طبيعه الحال انها غادي تزيد تدقق في المحاضر وغتطلب استدعاء اطراف اخرين، لان هذه الجريمه دي ما يمكنش شي واحد يكون دارها غير هكاك، لابد حيت كاين واحد الهضره ديال التحريض من طرف يعني اشخاص مقربين، واننا حنايا ما يمكنناش نوجهوا الاتهام مباشره حتى يكون التحقيق، فهذوك غادي يجيو من ضمنهم الفقيه المشبوه، من ضمنهم زوجه الاخ، من ضمنهم بعض الاشخاص اللي هما طرف في القضيه، حنا كنعتبرهم طرف في القضيه ومسؤولين، لانهم هما ما كانوش يخليوهم يعيشوا وكانوا تيحرضوا باش انه غادي يكون يوصل لدرجه القتل، وحنا تنعرفوا بان كاين بعض الاطراف اللي كيكونوا مشاركين ومساهمين، وغادي يبان في التحقيق درجه المساهمه ودرجه المشاركه، وكل واحد غياخذ الحق ديالو، والحمد لله اليوم حنايا جينا باش ردينا الاعتبار لهاد السيده هادي والاسره ديالها الكريمه، وغادي نعطيوها الكلمه باش تعبر على الاحساس ديالها والشعور ديالها نحو هاد الملف هذا، ملي عرفات الخبايا لكم اليوم. هذه هو النهار الزين عندي اللي خرجت بنتي بما داكشي اللي في كرشها ولدو، الحمد لله، وانا دعيتهم الله ياخذ فيهم الحق اللي كيتباطلوا على بنتي بما خيانه زوجيه. انا الحمد لله هذا نهار كبير عند الله، بنتي الله يرحمها الله يوسعها عليها في هذا النهار، مشات ضحيه الحمد لله، واليوم انا غندير العرس بنتي جديد، هذا هو النهار ديالها، غنمشي وغندير لها عرس جديد، هي مشات للجنه، الله ياخذ فيهم الحق. هذا الشيء اللي غنقول لكم، والحمد لله القضاء راه هو كل شيء، انا ما كنعرف حتى حاجه، انا اميه ما كنعرف لا نقرا لا والو، الحمد لله ملي بانت براءه بنتي، هذه اللي كنفرح بنتي بهذاك الشيء بما ولدها، الحمد لله. ولكن وحده اللي غنتابعها في الدنيا وفي الاخره هي مرت خوه وخوه، هذا الشيء اللي كنطالب القانون ديال الخريب كاع كاملين ياخذوا لي حقي منها، هذا الشيء اللي باغا، والحمد لله. هذه هي النهار الكبير اللي عند بنتي، هذا هو النهار الكبير الحمد لله اللي لقيت بنتي، هذاك الشيء الشرف ديالنا، تهزت الصحراء كامله وتهز كل شيء وتهز باها من القبر وخوها، هزت لي الشرف ديالو وهزت لي انا الشرف ديالي وهزت لخواتها، تنحمد الله ونشكره من بنتي بارئه من داك الشيء اللي كيقولوا لها بما خيانه الزوجيه وداك الشيء ماشي، والحمد لله هو نطق بها بفمه، والحمد لله خرجت ليهم ديك داك الشيء ديال داك الشيء خيبره بما ذكره ولده، الحمد لله.